اي والله بجامعة داخلية راهم يوصون حتى على والله يا رجل هنا برد الله هنا برد يا رجل الله المستعان كسر طلوع الواحد انت ايش طلعت سويت ايش طلعت ايش كان عندك ايش كان عندك اول حاجة كنت طالع عليها انا طالع لعبة مواضيع عندك مو بعندي عندك صح موضوع وظيفة لا ولا هو بعندي موضوع وظيفة زيادة اخوي طيب اخوي زيادة من قبل البرنامج نقدم على الدائرة الحكومية والى الان ما رجع ما طلع لنا يعني رد في الموضوع ايوه في صوت يا عمي مايك شغال انا طلع شغال نقدم على دائرة حكومية ولنا فترة والله نحتري الرد ولا جاء على وظيفة خلاصة الموضوع اني طلعت عشان اشوف الموضوع وش صار عليه طيب اللي صار انه ما الله قسم له فيها نصيب ها سأل الله ان شاء الله انه يعوضه بزيد منها باذن الله الله يرزقه يا رجال ما ادري خيرة فيش ان شاء الله باذن الله يعوضه ان شاء الله بزيد منها زياد اخوي جامعي وان شاء الله ان الله بيعوضه بزيد منها وبعد خلصت لي طيب السلامه والله كنت ناوي اروح السوق ابي اشتري اغراض ملابس بس ما في وقت ما انا جلست 24 ساعه ما فضيت 24 ساعه مو 12 ساعه 24 ساعه لكن يا اخي تحس انك مربوط في احلى شيء وش صراحه اني قريت يعني كلام الناس اللي تتابع ايش فيه ايش فيه وش يا اخي انا جو حقي شغال شغال حتى انا يا عمي خلني اتفقد انا اوه يا البرد صوت على نفسي طيب اوكي يا نار دقيقة أنا أسولف معي سالفة معي سالفة دقيقة خلنا أسولف أنا نار أنا إبراهيم اليوم ولا ماني إبراهيم إبراهيم ولا ماني إبراهيم إبراهيم ولا ماني إبراهيم إبراهيم ولا ماني إبراهيم يا نار تكفى لا جاني صداع والله انا جاني صداع جاني صداع والله اي والله من صوتك عاش طلول عاش 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 يا طلول النتفة عاش 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 يا ربع التالة ايوه عاش ال 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 عاش 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 الفنجال الصغير عاش عاش غير الدبل عاش عاش حبني او حب غيري لا مو كذا مو كذي مو كذي خلك على الدو تحبون العلم الطيبه حبني او حب غيري شيل وجهك تقول 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 كفرت من محبله اسمع تحبون العلم الطيبه ما نحرابها ولا نبغاها الله يسود وجهك الله يسود وجهك في شاهي اسمع انا ارى فيك بذره خير منو انا ايه بس لازم نسقيك منو يلا لازم نسقيك والله عشان تكبر هذه البذره شلون نسقيك شوف انا اصلا يوم ولدت قال ابوي قال يا اخي احس ان فيك لا انا احس انه ولد بجنب منو انت شوف ابوي اصلا يوم ولدت قال ابوي احس انك رجل قيادي صاحب خير صاحب منصب انا اوجه تحيه لابوك واقول له احسنت الظن لا بس ما انا يوم ولدت ايش رايك تحدى انا احس انك ولدت وانت بس بس المعلوميه الدكتور يقول اطلع طيب شيل يدك انا بطلع من نفسي بس المعلومه تلاحظون شيل يدك انا بطلع من نفسي تلاحظون حاجه يا شباب تلاحظون حاجه يا شباب اني قلت ان ابوي يعني ابوي قال الله نعم ابوك ايوه بس انا ما ادري من مكذب على الاداره قال اني مقطع من شجره
لا 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 من يقول لا 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 احد كتب على الاداره قال اني مطلع شجره؟ لا والله الشجره ما نقول فيها الا ونحن الشجره موسى عبد الله ابغى شاهي تكفى هذا قهوه شم قهوه بدوام الله لا يوفقك الله لا يوفقك ابغى قهوه انت طلال ابغى شاهي انا عندي لك صوب قهوه صوب طلال عبد الله صوب قهوه عبد طلال اه حبيبي طل لي اه انا عندي لك مشروع تشاركني اياك فيه بعد البرنامج حركات ابغى تنصب عشان معي فلوس اي شراكه الفلوس اعرف حركاتكم يا فلوس ما اعرف حركاتكم بالطفاره ما عرفتك يا لكن عطني مشروعك عطني مشروعك اذا بتشارك هناك في البل تقدر تحوش لي 60 طبعا بيضحك عليك بيضحك عليك كم 60000 كلها غفل ها توش ما عليك لا 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 اخر الليل دقيقه دقيقه كم 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 زايل على 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 وصول طيب 50000 على قوصول على قوصول كذا وتقولها وتقولها بكل وقاحه 50000 طيب اسمع انا بستثمرك انا ارى فيك مهمه لاعب كره القدم المحترف والله لا يا نادي الكوره ابغى استقطبك ايش نادي حقك ابغى لاعب كوره ها اوظفك عندي لاعب جناح ايمن سريع كيف شوف انا جاني اكثر من عرض طيب الأمر. انا انا عندي موتر ناقص شكمان يا ولد درس على برا انت كوره ولا شكمان انا جا... انا ارى فيه مواهب واجد يا اخي شوف المواهب اصلا نبعت من طلال الوادي لكن ما اعرف نبعت مني ايه شلون نبعت يعني شوف نبعت يعني منبع مثلا مثلا انا منبع بقول صدق والله اني بفتقدك بعد برنامج تكليجي كذا يا شوف مثلا مثلا عندي اشتراح الرسم الرسم طلع من بين اظافري مهنه الرسم من بين ايش؟ اظافري حلو طيب مثلا الغناء من بين شفتايه طلع الغناء حلو طيب اوكي نقول مثلا لعب الكرة القدم ما هي موهبة؟ نعم طيب من وين طلعت الموهبة ذي؟ من بين أصابع رجلي الله الله عليك أكثر أكثر أخش أكثر طيب إيش؟ آه تدري أنت الوحيد اللي ما أتو إني اللي ما تخيلت شكله قدام أبو كاتم كيف؟ طردي الله يفرق بيننا وبينه والله يجي يمكن قدام أبو كاتم على طول اسمع عاد تخيل أبو كاتم من أول مرة في حياته ناظر فيه ويبكي الله مرة أحس بكاتم لحظة أدري ليش ما أنا أتاك بكاتم أنا عارف إنه بينكسر من الداخل نعم هو ما يقدر ما يقدر أنا قلت له قلت حداك بكاتم إنك توقف أمامي أبو طلي أنا ناشدك حاجة أنا أبغاك تجيني بعد البرنامج عندي استراحة هناك وتستأجر جنبنا يعني ما أبغى أقول لك تعال عندي في البيت لأني أدري إنك بترفض والله العظيم إنه يشرفني وتاج على راسي طيب أوكي لكن عشان أبعد من الرسميات أبغاك تكون حولي يا أخي والله يا أخي أنت سعادة أبكي يا طلال خليه يبكي لا بس لا الرجال عزمني لازم أرد عليه مرجلة 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 بيتنا وبيتكم واحد يا مال المعزة يا مال المعزة يا طلال بيتنا بيتكم واحد اللي حرم الله ها ما يحتاج ما يحتاج يعني ذاك فكرة من التكليف تكليف تكليف أرحم أمك إلا هنا للجزية إلا البيت البيت وقف عندك البيت وقف عندك خلاص طيب أسلم طيب أوكي عندنا تطوع تطوع مع أبو محمد في تدشين يلا يا المحجم المليان ربعي يا ربعي أصبر أصبر يلا يلا في خدمة الشعب دشن 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 البسها البسها يا ولد